اللقاء الودي الأول الذي أجرته شبيبة القبائل في تربصها بتونس أمام العملاق الترجي التونسي وانتهى بالتعادل الهدف في كل شبكة، فإن اللاعب خوسير زيتي لم يكن محظوظا بما فيه الكفاية وتعرض إلى إصابتين خفيفتين، الأولى على مستوى المرفق والثانية على مستوى الأنف، وهو ما جعله يكتفي بالركض في الحصة التدريبية التي جرت صبيحة الأحد. وركض إلى جانبه زين الدين مكاوي الذي عانى هو الآخر من إرهاق شديد وكثرة التدخلات الخشنة من طرف لاعبي الترجي التونسي. وفي إطار التحذيرات وبرمجة المباريات الودية، فإن مسيري الشبيبة يكونون قد ضمنوا لقاء وديا ثانيا هذا الثلاثاء أمام نادي تي بي مازامبي الكونغولي في مدينة سوسة، أما اللقاء الثالث فسيكون أمام الملعب الصفاقسي وهو الفريق الثاني في هذه المدينة، وسيجري اللقاء في جمرت يوم 9 أوت الجاري.